السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي، النهاردة احنا هنبدأ ندرس درس جديد اللي هو درس رقم 2، معاكم مس وفاء الفرعوني. هندرس النهاردة الأقاليم المناخية، توزيعها، ودي مجموعة خرائط هنقدر نستفيد منها، لأن أنا مقتنع تماما الاقتناع إن الخرائط أو الجغرافيا بيتم تركيزها في خريطة، وده ما يبقى فيه أكتر من خريطة مجمعة لجميع الأقاليم المناخية. بس في البداية أنا محتاجة أتعرف على أسس تصنيف الأقاليم المناخية. عندي ثلاث أسس على هذا النظام أو النمط. ببدأ أقسم الأقاليم المناخية، كميات المطر، هل يا ترى غزيرة، متوسطة، قليلة ونادرة؟ تشابه درجات الحرارة، مرتفعة، منخفضة، معتدلة؟ نوع الرياح السائد في هذا الأقليم، عكسية، موسمية صيفية، موسمية شتوية، وهكذا. وبناء عليه تم تقسيم العالم إلى عدة أقاليم مناخية. كلمة إقليم مناخي مساحة متصلة أو منفصلة من اليابس، تتميز بأنها متشابهة في جميع الخصائص المناخية، من أول كمية المطر وموسم سقوط المطر، درجة الحرارة، نوع الرياح السائد. تمام لحد كده؟ دي معناها كلمة إقليم مناخي. يبقى نتعرف على الإقليم المناخي، هي مناطق متصلة أو منفصلة من سطح الأرض، تتشابه في نفس الخصائص المناخية. وأسس تصنيف الأقاليم المناخية احفظهم: حرارة، رياح، أمطار. هقسمهم الأربع أقاليم مناخية طبعا للموقع الفلكي. أقاليم مناخية حارة من 0 ل 30 شمال وجنوب خط الاستواء عبارة عن أربعة: استواء وشبه استوائي، موسمي، مداري، سافانا، صحراوي. دفيئة من 30 و45 شمال وجنوب للقارات، بحر متوسط، معتدل صيني، صحراوي معتدل. معتدلة باردة من 45 و60 غرب أوروبا، بارد لورانسي، قاري بارد. أقاليم باردة، ودي من 60 فيما فوق لحد 90 شمال وجنوب آخر جزء، التندرا والجبلي. تمام، احنا بنبدأ ندرس إقليم معين أو مجموعة أقاليم محددة. هنبتدي الأول بالأقاليم الحارة. هبتدي بأول إقليم استوائي وشبه استوائي. الأقاليم الحارة عبارة عن استواء وشبه استوائي ما بين 0 و10 شمال وجنوب خط الاستواء، موسمي، وده موجود في موقع فلكي جغرافي له أماكن محددة على سطح القارة. مداري من 10 ل 18 شمال وجنوب خط الاستواء، شمال وجنوب الإقليم الاستوائي. 18 ل 30 يعتبر داخل القارات. تمام، نبتدي في او ناخد خريطه محتاجاها بحيث ان انا اوزع عليها الاقليم الاستوائي. هبتدي بتعريف الاقليم الاستوائي من حيث الموقع الفلكي، يمتد ما بين 10 شمال وجنوب خط الاستواء. تمام، عند خط الاستواء اشعه الشمس بتكون عموديه، اذا حراره مرتفعه طوال العام. عملية ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي إلى عملية التسخين والتبخير، إذا غزارة الأمطار. تمام، يعني حر ممطر طوال العام. تمام، طيب للشمال وجنوب منه بيوجد الإقليم المداري من أول العشرة أو من أول العشرة لحد 18 إقليم مداري. تمام، للشمال وجنوب منه، أدي موجود في جنوب أمريكا الشمالية، أجزاء معينة موجودة في هذا الإقليم المداري. تمام، الإقليم المداري يتميز به بما إن أنا ببعد سنة عن خط الاستواء، أشعة الشمس بتبدأ تميل سنة، على الرغم من ذلك هي حرارة مرتفعة طوال العام. تمام، طوال العام، ولكن بيظهر عندي فصل صيف ممطر، معناها في فصل شتاء جاف. طب إيش، مش فاهم تاني، حرارة طوال العام بس في فترة الحرارة بتبقى أكثر ارتفاعا فبتبقى فيها الأمطار غزيرة، يبقى صيف ممطر. الأمر الطبيعي على فكرة المطر في الصيف مش في الشتاء، وبناء عليه في فصل شتاء قصير جاف. تمام، أدي إقليم مداري. الإقليم الموسمي يوجد في جنوب شرق آسيا. تمام، أدي الإقليم الموسمي هنتعرف عليه برضو في سنة ثالثة. يتميز به حار رطب ممطر صيفا، نفس خصائص الإقليم المداري، ممطر أو مطر صيفا. تمام، بارد
جاف شتاءً بيتعرض في هذا الإقليم الموسمي، أو بالنسبة لاسمه لرياح موسمية. خدنا الدرس اللي فات الرياح الموسمية الصيفية ممطرة لأنها تهب من من الماء إلى اليابس، والرياح الموسمية الشتوية جافة لأنها تهب من اليابس إلى الماء. تمام. الإقليم الصحراوي في الداخل ما بين 18 و30 شمالاً وجنوباً داخل القارات، ألاقيه موجود في مناطق حارة في هذه الأقاليم أو في هذه القارات. يتميز هذا الإقليم بإيه؟ حرارة مرتفعة جداً صيفاً، حرارة مرتفعة صيفاً بشكل رهيب، برودة شتاءً، انخفاض شديد ممكن تبقى تحت الصفر. في حاجة اسمها لازم أتعرف عليها، مدى حراري. مدى حراري يومي أي الفرق بين حاجة اسمها العظمى والصغرى. العظمى دي درجة الحرارة بالنهار، الصغرى دي درجة الحرارة بالليل. في الإقليم الصحراوي هلاقي الفرق ما بين الاثنين مرتفع جداً، ما هو حر جداً صيفاً نهاراً شتاءً بارد، ألاقي الفرق ما بينهم واسع قوي. لكن ممكن برضو عندي مدى حراري سنوي، مدى حراري سنوي، وده معناه الفرق بين العظمى والصغرى على مدار العام. أجيب أعلى درجة حرارة في فصل الصيف بالنهار وأطرح منها أقل درجة حرارة في الشتاء بالليل، بلاقيها مرتفعة جداً جداً جداً، ده بيتسع. طب كمية المطر، بما أنك قلت الاستوائي أمطار طوال العام وقلت الموسمي والمداري الاثنين مشتركين في الأمطار صيفاً، طب الصحراوي لا، أمطار نادرة وتكاد تنعدم. معلومة الأولى إعدادي، وإذا ما سقطت الأمطار في الأقاليم الصحراوية بتسقط على هيئة سيول، بتسقط على هيئة سيول. تمام لحد كده يا شباب؟ كده أنا خدت الأقاليم الحرة. ناخد الأقاليم المعتدلة. الأقاليم المعتدلة تتميز بأنها ما بين دائرتي عرض 30 ل45 شمالاً وجنوباً، عبارة عن ثلاث أقاليم. إذا موجدت ما بين 30 و45 شمال وجنوب غرب القارات تسمى بإقليم بحر متوسط. تمام لحد كده؟ إقليم بحر متوسط. وإقليم البحر المتوسط بتاعنا يتميز بالحرارة والجفاف صيفاً، يبقى حار جاف صيفاً، بالإضافة إلى الدفء والمطر شتاءً دافئ ممطر شتاء. أنا بتكلم على إقليم مناخي، خصائص بتسود الأغلبية العظمى. ما بين 30 و45، بس بدل ما كانت في الغرب هتبقى في الشرق، بدل ما كانت في الغرب هتبدأ في الشرق. إقليم صيني 30 و45، حار غزير المطر صيفا، تمام، دافئ ممطر شتاء، يعني مطر طوال العام. تاني إقليم بلاقيه مطر طوال العام. ما بين 30 و45 داخل القارات، تمام، اسمه صحراوي معتدل، قليل المطر صيفا، بارد جاف شتاء. تمام لحد كده؟ نيجي على آخر أقاليم معتدلة، بتبقى معتدلة باردة، تمام، ودي بتتميز بأنها تتواجد ما بين دائرتي عرض 45 و60. ثلاث برضو أقاليم في الغرب بسميه غرب أوروبا، غرب أوروبا، تمام، دافئ صيفا، تمام، معتدل بارد شتاء، لأن ببعد عن خط الاستواء فأشعة الشمس بتكتر في الميل أكتر، أمطاره طوال العام لأنه في نطاق الرياح العكسية الغربية. الرياح العكسية الغربية الممطرة أول ما بتستقبل أول جزء من اليابس بياخد أكبر كمية من المطر، فبيبقى هذا الجزء فبيديني أمطار غزيرة في فصل أو طول السنة، لكن مجرد ما بينزل على هذا الإقليم بيبقى في فصل الإيه؟ الشتاء. إذن الأمطار طوال العام ولكن بتزداد في فصل الشتاء. ما بين 45 و60 في شرق القارات اسمه معتدل بارد شرق القارات، لورانسي، تمام، يتميز به معتدل صيفا بارد شتاء أمطار طوال العام. أقول عليها وجه شبه ما بين غرب أوروبا ومعتدل بارد شرق القارات. داخل القارات ما بين 45 و60 قاري بارد، دافئ ممطر صيفا، قارس البرودة. طب ليه قارس البرودة شتاء وقليل المطر؟ لأني بعدت عن جميع المسطحات المائية، هتجيلي أمطار منين؟ تمام. آخر إقليم مناخي بلاقيه عندي الإقليم البارد، التندرا والجبلي. هبتدي الأول بالتندرا. من أول 60
لحد التسعين أقصى شمال أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وقارة أنتاركتيكا بالكامل، تمام، بلاقي إقليم تندرا، وده بيتميز بصيف قصير بارد نسبيا، قليل المطر، قليل المطر، تمام، شتاء طويل قارس البرودة بينزل فيه ثلوج، ثلوج. فصل الصيف القصير ده مجرد ما بيدوب، بتظهر عندي زي ما هناخد الدرس اللي جاي ان شاء الله طحالب، يعني الصيف قصير جدا لدرجه ذوبان الجليد فتره صغيره جدا. صيف قصير بارد نسبيا مع قله المطر، شتاء طويل شديد وقارس البروده، تمام، وده بينزل فيه ثلوج. نيجي لاخر اقليم بارد، الاقليم الجبلي، بدور على كل مناطق المرتفعات، تمام، جبال الهيمالايا، جبال الألب، جبال الاطلس، جبال روكي، جبال الانديز، جميع الاقاليم، ودي بتشغل منحدرات وقمم الجبال بسبب عامل الارتفاع، لان انا كلما ارتفعت 150 متر تنخفض درجه الحراره درجه واحده مئويه، الاقيها بتغطي معظم هذه الجبال الجليد. تمام، لحد كده انا كده خلصت معاكم شرح الدرس التاني، اقابلكم ان شاء الله في شرح الدرس الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.